ده كود كنت كتبته للفايل. أول حاجة يعني بنعرف في كلاس اسمه فايل، فبعمل اوبجكت منه عشان استخدمه واعمل كرييشن. بعد كده في حاجة اسمها تراي اند كاتش. تراي وكاتش دي بتمسك الايرور، بحيث يعني لو في حاجة احتمال ان هي تعمل ايرور، فبدل ما البرنامج كله يقف ويضرب، هي بتمسك الايرور دوت ويعني بتتعامل معاه وتقول لك ان في ايرور، بس من غير ما توقف البرنامج. فبحط فيها الفايل بحيث ان لو الفايل ما اتعملش وحصل فيه مشكلة، فهو يقول لك بدل ما البرنامج يبوظ ويفصل. تمام. دي فبعد ما عملت تراك كاتش احط فيها الكود، بقى اعمل كرييشن للفايل، وبعد كده اقوم كده بظهر رساله ان الفايل تم انشاؤه يعني. تمام. بعد كده بقى عايز اكتب في الفايل، عايز اكتب فيه، ففي حاجه كلاس اسمه فايل رايتر. كل دوت طبعا في الجافا دوت اي او، في استرست يعني بتستدعي كل حاجه في الكلاس دي، هي اي او دوت فايل او فايل رايتر كده، بس النجمه يعني بتجيب كل حاجه في الكلاس. يا عبد دلوقتي الرحمن، هو عندنا فاير. نعم يا سمعني باشا. عبد الرحمن؟ بالراحة عبد الرحمن، بالراحة يعني، واخد بالك؟ يعني دلوقتي، يعني أنت دلوقتي بتوضح حاجتين، إزاي نفتح فايل ونقرأ منه، وإزاي نفتح فايل ونكريت له فايل ونكتب فيه، صح؟ تمام. صح ولا مش صح؟ ايوه صح. طيب، واحدة واحدة كده، وقول لنا إيه هي الكلاسز الموجودة. على فكرة الموضوع فتح الأوبن فايلز أو كرييت فايل ديت، في اوبجكتس كتير او كلاسز كتير ممكن نفتح بيها يعني، فدي احد الكلاسز اللي احنا ممكن نستخدمها يعني. معايا؟ يعني اللي ايوه انت عملته ده، دي احد الكلاسز اللي موجوده، مش هو ده بس وخلاص نفتح الفايل، لا، ممكن بطرق تانية نفتح الفايلز او نعمل كريت لفايل، في بفر ريدر، في ماشي، وفي في بفر بفرين. رايتر، ده كله ايوه ايوه في او في انبوت ستريم وانبوت بافر ستريم، وكل الكلام ده في كذا كلاس ان نفتح بيهم الايه، نفتح بيهم الفايلز. معايا؟ ايوه صح واضح مش واضح؟ تمام. طيب، فاحنا دلوقتي اول حاجه هنشوف ازاي نقدر نفتح فايل، معايا، وازاي كرييت فايل. هل ممكن كمان نعمل، ناخد محتويات ملف الاولاني مثلا، ناخد ونعمل لهم كوبي في الملف اخر؟ محتويات ملف اخده. يعني ايوه انا ينفع. عايز، عندي ملف عايز انقله واعمل له كوبي في ملف اخر، صح ايوه ولا صح؟ انا اقراه، وبعد ما اقراه اخد اللي فيه ما انا وانسخه في مكان ممكن اقرا لاين بلاين، ما احنا نقرا لاين بلاين زي ما انت عامل هنا، انبوت دوت نكست لاين، فين ال، ماشي، كل ما نقرا لاين من الملف الاولاني نكتبه في الملف الثاني، صح؟ نعمل متغير يستقبله ويضيفه. لا، يعني احنا دلوقتي مش احنا نقرا من الملف الاولاني لاين، معايا؟ خلي تمام. بالك انت اللي انت فاتحه ده كده، ان انت بتقرا ايه، كاركتر باي كاركتر، ممكن نقرا لاين، ممكن نقرا لاين باي لاين. ممكن اعملها ببفر ريدر. ايوه بالظبط كده، عشان كده بقول البفر ريدر. فالبفر ريدر ده انت هتقرا لاين باي لاين، وتكتب كل ما تاخد لاين من الملف الاولاني تكتبه في الملف الثاني، لعند لما اقرا كل اللاينز تبقى انا كده خلاص ستوب، صح ايوه صح تمام. يا شباب؟ شباب الحته دي مهمه. ان انا دلوقتي عايز اعمل كوبي من ملف اكس واعمل له كوبي في ملف واي، خلاص، تبقى اكس ملف اكس نفترض هو دوت تكست، تبقى اكس دوت تكست، والكرييت الفايل هتبقى ايه، واي دوت تكست. معايا؟ تمام. طيب، هنا عبد الرحمن عمل ايه؟
في السطر، السطر رقم 10. نعم. انت دلوقتي بتدي له رسالة بتقول له دخل الملف، اسم اسم الملف الملف. صح؟ اه بالظبط. انا حاطط عامل باس هنا بحيث ان ايوه الفايل هيتعمل له كريشن في الباس دوت، وطبعا عامل سكيب سيكونس علشان كل يعني علشان دي ما مش هتطبع الا لو عامل سكيب سيكونس ليها، فكده هيسحب اسم الملف يعني الباس دوت هينزل فيه الملف اهو. هو دلوقتي عامله على هو ده الدي، الباس عامله على الدي، عامل الباث بتاع الملف. لو احنا الملف بتاعنا، الملف بتاعنا في نفس الدايركتوري اللي فيه الملف ده كده، مش لازم ان انا اعمل باث، اعمل اسم الملف فقط يعني. خلاص تمام. ودوت الاكستنشن اللي هينزل بيه اللي هو الامتداد دوت بتاع الملف. دوت تكست. خلاص طيب، تمام. هنا دلوقتي عبد الرحمن قال حاجتين احنا ما قلناهمش، ما ذكرناهمش قبل كده، ما اعرفش احنا قلناهم ولا لا، اللي هو تراي اند كاتش. اهو معايا؟ تراي بتعمل ايه؟ انا دلوقتي لو حصل في مشكله عندي في البرنامج، في عندنا اونلاين او ايرورز بيحصل نكتشفه عند الكومبايليشن، وفي ايرورز نكتشفه عند الاكسكيوشن، صح؟ ايوه ماشي يا شباب ولا لا؟ يا شباب لما نيجي نعمل رن للبروجرام ممكن يحصل لنا ايرورز، الكومبايلر يكتشف الايرورز اثناء الكومبايليشن، صح؟ وممكن ايوه بالظبط. في ايرورز ما يكتشفهاش، والايرورز دي تحصل اثناء الايه؟ اثناء الران تايم. على سبيل المثال لو انا بقسم رقمين، خلاص لو بقسم ايه رقمين، وانا دخلت الرقمين دول كده، دخلت الرقم اللي فيه المقام تحت معايا اللي هو الديفايزر عندي، خلاص لو انا قسمته، لو انا دخلته بزيرو هيحصل ايرور، صح؟ طيب لو انا دلوقتي مفيش تراي وكاتش، تبقى اللي هيحصل كراش للايه؟ للبروجرام، تبقى البروجرام هيعمل ايه؟ هيقف، صح كده ولا مش صح؟ لانه عمل ديتكشن ايه؟ عمل ديتكشن لايرور خلاص، ومفيش علاج له، لازم البرنامج هيقف. معايا ولا مش معايا؟ ايوه يا دكتور. طيب هنا دلوقتي نفترض انا عايز اكتشف الايرورز بس ما اخليش البرنامج بتاعي يقف، اخليه يكمل ايه؟ يكمل الاوبريشن بتاعته. فهنا في الجافا عملت حاجه اسمها تراي اند كاتش، بنحط البرنامج بتاعنا او الجزء اللي احنا ممكن يحصل فيه ايرور ده داخل ايه؟ داخل تراي. معايا؟ لو اثناء الاكسكيوشن الكومبايلر او الكومبايلر حصل اثناء الاكسكيوشن، هنا عندنا لو البرنامج اكتشف اي ران تايم ايرورز هيعمل ايه؟ هيروح ينفذ الجزء اللي فين؟ اللي في الكاتش. خلاص؟ هيروح تمام. ينفذ الجزء اللي فين؟ الكاتش. في الكاتش. خلاص؟ طب انا هنا قدرت ان انا ايه؟ اكتشف ان في ايه؟ كتير. ان في ايرور. معايا؟ تبقى تمام. دي فائدة الايه؟ تراي ريان كاتش. كاتش. خلاص؟ تمام. بص في هنا دلوقتي في عندنا statements لما نيجي نكتبها لا يمكن هيسمح لك تعمل كومبايليشن الا لما تحط تراي اند كاتش. خلاص زي الفايل ليه؟ لان انا ممكن اروح اقرا فايل ماشي ما لقيش الفايل، يبقى ده في مشكله، لان الفايل ده مش هقدر اكتشفه الا اثناء الاكسكيوشن بتاع البرنامج، صح ولا مش صح؟ ايوه ففي الحالة دي لازم مش هيسمح لك الا لما ايه؟ نعمل تراي ان ايه؟ ان كاش كان او ثرو اكسبشن. خلاص؟ تمام. يبقى احنا دلوقتي فهمنا بقى ايه تراي ان كاتش؟ ايوه.
طيب هنا بقى دخلت الامتدادات بتاع الملف اللي هينزل فيه او هيقرا منه، يعني هو ده الامتداد اللي هنشتغل عليه. بعد كده هيبدأ بقى يعمل كرييشن للفايل. في اول حاجة بيعمل فايل رايتر، ديت بتعمل اكسس معلش فين الفانكشن للباس. ديت اللي هي اللي انت عملت دلوقتي انت عملت اوبجكت من كلاس اسمه فايل صح؟ عملت اوبجكت من كلاس اللي اسمه ايه؟ فايل. اسمه فايل، ادينا دلوقتي نيو فايل وادانا الايه؟ ادينا الباث بتاع الايه؟ بتاع الفايل الباص اللي هينزل يشتغل عليه. الباث اللي هو هي ايه؟ هي انت دلوقتي عامل ده لي فايل تقرا منه صح؟ هيقرا ويكريت الاثنين. ماشي، تبقى انت بتعمل اوبجكت لده اوبجكت لده صح؟ لا انا عملت اوبجكت واحد وهشتغل عليه بحيث ان هو بيدخل اسم الملف، فانا عامله لو هيشوف بقى لو هو الملف دوت مش موجود هينشئه وهيشتغل وهكتب عليه وادخله، لو هو الملف موجود فهيقراه. انت بتفتح ملف يا عبد الرحمن عشان تقرا منه او تكتب فيه صح؟ اللي انا عامله هنا هيشوف، يعني هو هيدخل اسم ملف، هنجرب اهو. ماشي، انت دلوقتي هو مدخل مثلا ايه اقول اسم ملف دلوقتي ده هنا دلوقتي الملف يعمل ايه؟ الملف اهو، هبدأ طيب فايل اهو مثلا ده اسم نيم، هينشئه وهيعمل كرييت ويقول انتر التكست اللي هيبقى جوه الملف، فاقول مثلا my name is ساكس، كده تم انشاؤه. ندخله اقول له ملف نفتح اهو my name is عبد الرحمن، ده الملف. هنقرا انا دلوقتي هشتغل من جديد اهو، فانا سميته فايل ادخله اهو اقراه على طول عشان انا كريته قبل كده. في فايل رايتر دي بتعمل اكسس للباس، هي ديت بقى اللي بتبدأ منها بقى التراي وكاتش، دي بتبقى محتاجة تراي اند كاتش. ايوه عشان هيروح بتعمل يتكرر، نعم عشان هيروح يتعامل مع الفايل هنا دلوقتي. يعني مثلا انا حطيت مثلا باس غلط، ف هران الباس دوت مش موجود، المفروض يعني طلع اكسبشن اهو بسبب ان الباس دوت مش موجود، يعني راح عند الكاتش وعامل اكسبشن من سميته ايه، وهيطبع الاكسبشن اللي هو دوت النوع الاكسبشن. ممكن ده الاكسبشن ده عام، ممكن بقى استخدم اي او اكسبشن دوت الخاص بالفايل، او ممكن استخدمه عام بصفة عامة يعني لاي حاجة. نرجع للباس تاني. بعد كده بقى البفر رايتر هو بقى اللي بيبدأ يكتب في التكست الأول. خلي بالك الفاير شباب، رايتر بس لحظة واحدة يا عبد الرحمن، دلوقتي هنا عبد الرحمن ايه؟ في عندنا عمل اوبجكت من الكلاس اللي اسمه فايل، وفي عندنا هنا حاجة اسمها الاف والالس صح؟ الاف والس. اف والس، الاف فيها ايه والالس فيها ايه؟ الاف بينشئ المتغير لو مش لو مش موجود الاسم موجود، اللي هو دخله، لو الاسم موجود لو الملف اللي انت اديته له في المكان الباص اللي ده اللي اديته له ما هوش موجود بيعمل كرييت للملف صح؟ بالظبط بالظبط صح يا شباب ولا لا؟ هيعمله جريد. ايوه هو جريد اهو، هعمل له كرييت، يعمل كرييت ويطلب منك تكست تكتبها في الملف صح؟ ايوه طيب اذا ما كانش موجود هيقراه بقى. لا لو ما كان هيعمل اوبن موجود، لا للملف، سوري لو كان موجود مش هينشيل، هيعمل اوبن للملف بالظبط صح كده؟ ويطبع الايه؟ ويطبع ويطبع المحتويات بتاعت الملف صح كده ولا مش صح؟ تمام. في حد مش فاهم الكلام ده يا شباب؟ طيب انا هطلب منكم حاجه، شفت هنا ايه؟ بياخد منكم تكست
ويكتبها في الملف. هنا بيقرا الملف ويكتب المحتويات بتاعته هنا، صح؟ تمام. انا عايز منكم حاجه بقى كده، ودي مهمه جدا، عايز برنامج يقرا، يفتح ملف يقرا منه وياخد المحتويات بتاعته ويعمل لها كوبي في ملف اخر. تمام. معايا ولا مش معايا؟ يقرا محتويات الملف وينسخه. لا، ينسخه في ملف اخر. تمام. معايا يا شباب ولا لا؟ تبقى انا دلوقتي المطلوب ايه؟ بعد مطلوب كده نعمل البرنامج باستخدام الفايل كلاسز، ان احنا نفتح ملف ونقرا محتوياته لاين باي لاين ونكتبها فين؟ في ملف اخر. لاين باي لاين، يعني عايزين بفرد رايتر. اعملوها زي ما تعملوا بقى، عايزين في بفرد او انت زي ما انتم شايفين، نعمل كوبي من محتويات ملف لملف اخر. تمام واضح مش واضح؟ تمام يا دكتور. عشان ازاي نتعلم مع ازاي نفتح ملف وازاي وازاي نقرا منه وازاي نكتب في ملف والكلام ده، فده هيعلمنا ازاي ايه نعمل الحاجات دي كده. واضح مش واضح؟ طب بعد إذنك يا دكتور، اتفضل. كنا عايزين أي حاجة نذاكر منها، سلايدز زي اللي فاتت، أي حاجة نذاكر منها. انت لو دخلت على النت وكتبت الفايلز بس او توتوريال هتلاقي حاجات كتير جدا يعني. ما انت لازم انا مش عايز، انا اديتكم بتاعت الجرافيكال يوزر انترفيس دي كده يعني ريحتكم. ايوه بس انت ادخل ممكن تلاقي افضل منها في حاجات كتير يعني. طيب تمام ماشي معايا مش معايا؟ تمام. طيب في حاجه بقى تانية بالنسبه تمام. للجرافيكال يوزر انترفيس، انا مش همتحنكم فيها في امتحان الفاينل، لكن مطالبين تعملوا بيها البروجكت. تمام يا دكتور. يعني انا ما حبيتش اجيب لكم فيها عشان ما تقعدوش الكوماندز والكلام ده كده، لكن تعملوا بها البروجكتس فهتتعودوا عليها. خلاص؟ بالنسبة للأرية هنعملها إزاي؟ ليه؟ المصفوفات يعني هنعملها إزاي بالجي أي؟ تعملها ازاي ايه؟ بالجرافيك يوزر انترفيس ايوه هنعمل بيها إزاي المصفوفات؟ هو قصده يا دكتور إزاي أنا ندخل حاولت معرفة المصفوفة أو الأري في التكست فيلد؟ في التكست فيلد؟ إزاي يعني ندخل الأرقام بتاع المصفوفة جوه التكست فيلد؟ اولا لها حلول كتير جدا، اقول لكم ازاي. ماشي، ان انا دلوقتي ان كل انا اقدر ان انا اعمل التكست فيلد اثناء ما انا بدخل الايه، اثناء ما بدخل الاري، صح؟ ساعه لما اقول له دخل الاري كذا بكذا يولد لي على طول تكست فيلدز بعدد الايه، بالعدد المطلوب، صح؟ يعني هيعمل تكست فيلد لكل رقم. لكل رقم. ماشي، طب مش تبقى هيبقى دلوقتي كتير؟ على طول ساعه لما تدخل له الدايمنشنز بتاعت الاري هعمل لك تكست في عدد تكست فيلد اللي هو الصفوف والاعمده. حاجه تانية، انا ممكن ادخل الايه، ممكن ادخل كل صف في تكست فيلد واحده واسيب سبيس بينهم واقرا ده واقرا السترنج دهوت واعمل له ايه سبليت، تبقى كل سبليت على الايه، على السبيس. واضح ولا مش واضح؟ مش فاهم يا دكتور حوار السبليت ده. انا دلوقتي في فانكشن اسمها سبليت او توكنايزر يعني. فالتوكنايزر دي كده ايه، بتعمل ان ايه؟ انا دلوقتي اقدر لو انا عندي مثلا في سطر واحد مثلا مكتوب فيه ارقام وكل رقم والتاني بينهم من بعض سبيس او اكثر، خلاص لو عملت توكنايزر على بالسبيس هيديني ايه، هيديني التوكن الرقم الاولاني والرقم التاني. لما اقول لي نيكست توكن يديني الرقم الاولاني،
نيكست يديني العدد اللي بعده. فكل احد كل المحتويات بتاعه كل العناصر اللي في الصف هاخدهم من خلال تيكونايزر. والاسهل عشان ما انتش عارف تيكونايزر والكلام ده نتعمل تكست فيد لكل ايه لكل عنصر من عناصر الاري. صح؟ تمام. طب يا دكتور الدايمنشنز هنحطها في التكست فيلد ولا نحطها بره ولا ايه؟ الايه؟ الدايمنشنز. ايوه الدايمنشنز هتحطها في هو هيقول لك انت عايز الاري كام في كام؟ هيعمل لك في البدايه تكست فيلد للرو نمبر اوف روز وتكست فيلد من نمبر اوف كولز. وانس ان انت تعمل ده كده وتعمل تدوس على البوتن بتاعك يروح طالع لك ايه؟ طالع لك تكست فيلدز بعدد الايه بعدد عناصر المصفوفه كلها معمولين في شكل روز وايه وكولونز كده. واحنا ينفع نطلع شاشتين يعني نطلع شاشه من شاشه؟ اه ايه المشكله؟ ما نعرفش بنعملها ازاي. ما اعمل اعمل اد اد على دلوقتي اد للفريم لما تضيف كومبوننت على الفريم اللي عندك. ايه المشكله؟ تمام. صح؟ هو انا مش فاهم ازاي هعمل اد على الفريم يطلع لي الشاشه جديده. اعمل ريفريش للفريم. بمعنى ايه؟ لو عملت ريفريش للفريم وما انت دلوقتي لما بيكون عندك لما يكون عندك جرافيك يوزر انترفيس تعمل كلوك سوري بريس على بوتم ولا اي حاجه مش بيجي لك اوت تاني؟ ده جاي ازاي؟ في نفس التكست فيل. لا 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 مش شرط. انا هضيف على طيب اقول لك انت عايز تعمل كرييت لتكست فيل ماشي. انت دلوقتي هنا لو انت دلوقتي عملت الاكشن وفي الجزء بتاع الاكشن ده ضفت عناصر على ال انت اصلا انت ممكن تلغي تكست فيلد وممكن تضيف تكست فيلد تاني. صح؟ انا دلوقتي قدام الشاشه فيها كذا تكست فيلد ممكن الشتي تمشي وتيجي الشاشه بدلها لما تدوس على بوتن معين. ايوه لو انت عم ضيف عليها هتحصل لك كده. تمام جرب. ماشي. بعد ما انشأنا الملف عندنا الفايل رايتر دوت فايل جيت ابسوليوت. الفايل رايتر دوت هيعمل اكسس على بتاع النك. عموما الفايل ابسوليوت دوت بيجيب الباس اللي هو دوت بدل ما اكتبه تاني هو بيجيبه على طول. يعني لو نسخت الباس دوت وحطيته مكانها هي يعني. بعد كده البفر رايتر دوت بقى اللي بيكتب جوه الملف اللي انا عملته. يعني انا عملت اول حاجه انشاء للملف بعد كده قمت دخلت على الملف. يعني الفاير رايتر بيدخل على الملف بيعمل له اكسس. بعد كده البفر رايتر دوت بيكتب عليه. بعد ما بيكتب عليه اهو بيقول ادخل النص اللي انت عايز تضيفه. بعدها خدت النص من اليوزر. بعد كده قمت عملت الاوبجكت اللي هو البفر رايتر هتعمل له دوت رايت يعني يدخل فيه النص وتدخل فيه بقى النص اللي انت استخدته من اليوزر. واهم حاجه لازم تعمل كلوز عشان لو ما عملتش كلوز النص مش هيتسجل بيتمسح ويخرج من غير ما يكتب حاجه. بعد كده هو عمل ساكس دوت كده. المرحله الاولى ديت بتاعت انشاء الملف. في الالس بقى لما الملف ده يبقى موجود هيعمل قرايه ليه. فاول حاجه عملها فايل انبوت ستريم. دي في كذا طريقه طبعا للموضوع دوت بس دي الطريقه اللي انا استخدمتها عشان دي يعني اسرع طريقه تقريبا. بس بعد كده اهو قمت يعني راح يفتح الملف عشان يقراه. بعد كده عملت كاونت يمشي على حرف حرف موجود جوه اسمها ايه جوه الملف هيمشي عليه. وبعد كده هيقراه.
فاير ريد طول ما هو مش بيساوي سالب واحد، عشان لو لما يوصل عند النهايه بيبقى القيمه بتاعته بسالب واحد، ساعتها يخرج بره اللوب ويبقى الموضوع خالص. بعد كده بقى هيطبع سيستم دوت اوت دوت برنت، هيطبع مش برنت لين، علشان يطبع مع سطر واحد. لو عملتها برنت لين يا عبد الرحمن، الماينس 1 ده اللي هو اند اوف ذا فايل يعني. اه نهايه الملف بالظبط. ايوه لو عملت هنا برنت لين هيطبعهم تحت بعض. يعني مثلا نجرب اهو، اهو الملف اللي احنا لسه قارينه من شويه هيطبعهم كده. فاحنا بنعملها برنت بس علشان يطبعهم كلهم على نفس السطر، يعني بدل ما كل واحد على السطر. هم بعد كده بقى الكاونت، الكاونت دوت انتجر، بس الانتجر دوت بياخد قيمة الحرف اللي هو في الاسكي كود. فالتشار ديت بتحولها من اسكي كود لكاركتر بحيث ان ينفع يتقري. يعني لو شلنا التشار هيجيب بقى الايه مثلا، هتبقى 65 والمعرفش ايه اللي هي في الجدول الاسكي كود اهو. الارقام بتاعت الاسكي كود بتاعت الحروف الموجودة، فعشان كده احنا بنترجمها. يعني ده نوع من الترجمة. نرجع تاني بس كده. قمنا قرينا اللي موجود جوه الملف. في طبعا طرق تانية، والطرق بتقراها سطر بسطر اللي هو الدكتور كان بيقول عليها. طبعا بعد كده في الكاتش اكسبشن اللي قلنا عليها. الاكسبشن عام بدل ما يكون خاص. يعني في بعد كده هيطبع الاكسبشن بحيث يقول لك مشكلة في ايه. اهو الملف اللي احنا انشأناه من شوية. نجرب تاني اهو، نعمل كرييشن لواحد مثلا اسمه بروجرامينج. ادخل مثلا ندخل عليه، هنلاقي بروجرامينج اهو موجود جواه النص. لو عايزين نقراه هندخل اسم الملف تاني. الو تمام كده. تمام كده يا دكتور. يا شباب ايوه يا دكتور. طب ممكن تشيل الشيري عبد الرحمن كده، اوريهم برضو اكزامبل اخر كده بسيط. تمام حاضر. تعال نشوف اكزامبل اخر اهو يا شباب. ده ملف، هنقرا من الملف ونكتب في الملف الاخر. لو سمحت اقفل المايك لو سمحت. انا عندي دلوقتي عملنا ايه؟ هنفتح بفر ريدر هنا علشان خاطر ايه؟
علشان خاطر نفتح ملف نقرا منه. هنفتح ملف اخر عملنا اوبجكت من الملف اللي اسمه برنت رايتر، عملت ده ريد فايل ورايت فايل، يعني ار فايل يعني عشان نقرا منه، دبليو فايل يعني ايه نكتب فيه. خلاص عملنا هنا تراي وكاتش. احنا ممكن نستخدم اكتر من كاتش على فكرة، يعني ممكن لنفس تراي ممكن في كاتش مثلا فايل نوت فاوند اكسبشن، لو الفايل ما هوش موجود تبقى ايه هيعمل، هيكتب لنا الرساله هنا او ينفذ اي جزء احنا عايزينه هنا. طيب انبوت اوتبوت لو حصل حاجه، لان الفايلز دي يعتبر انبوت اوتبوت، حصل اي حاجه وانا بقرا من الملف وانا بكتب فيه معايا فيعمل اكسبشن هنا. خلاص فانا افتح ملف ازاي للقراءه، عندي الكلاس بفر ريدر، مي الارجومنت بتاعته تاخد انبوت انبوت ستريم ريدر، وعندنا كمان انبوت ستريم ريدر ممكن ياخد الارجومنت بتاعه هو هيقرا منين، الستريم ريدر ده هيقرا منين. فاحنا هنا فايل انبوت ستريم هيقرا منين من فايل ده، ممكن اعمل فايل انبوت ستريم لو انا فاكرين الكلاس اللي هو سكانر، سكانر بقول سيستم دوت ان، هنا ممكن استخدم الفايل انبوت ستريم زي العمل بتاع السكانر بالظبط يعني. فهنا دلوقتي الفايل انبوت ستريم ان انا دلوقتي بدي له اسم الملف، بس انا اديته اسم الملف فقط بدون باث ولا حاجه، لان اعتبرت الملف ده موجود فين، في نفس الدايركتوري اللي موجود فيه الكلاس ده. خلاص هنا عندنا ملف التاني هنفتحه عشان نكتب فيه، هنستخدم الكلاس اللي هو برنت ايه برنت رايتر. خلاص هنا عندنا النيو فايل رايتر واسم الملف وهنا ترو معايا، عشان يتفتح ده لازم احط هنا ايه ترو. بعد هنا بقول لي ايه بقى كده دلوقتي، انا هقرا من الملف طالما في الملف ريدي تو ريد، هو لاين باي لاين بقى الار فايل دوت ريدي، لو هو ريدي خلاص هعمل ايه هقرا اللاين الريدي ده تبقى سترنج لاين ار فايل دوت ريد لاين دوت تريم. تريم ديت هنا فانكشن علشان لو اللاين اللي انا قريته دوت في سبيسز على اليسار او على اليمين يتخلص منه يديهولي من غير سبيس. خلاص بعمل فيهم ايه بقى كده، الملف اللي انا اللاين اللي انا قريته دوت بكتبه في الملف الثاني دبليو فايل اللي هو الدبليو فايل دوت برنت لاين و واللاين، تبقى اللاين اللي انا قريته ده هكتبه في الملف الثاني اهو. بعد ده هعمل لوب هنا على طول، يقرا لاين هنا ويكتبه هنا، يقرا اللاين هنا لعد لما يقرا كل الايه اللاينز الموجوده في الملف الاولاني، بعد كده يعمل ايه كلوز للملف الاولاني وكلوز للملف الايه الثاني. واضحه دي ولا مش واضحه يا شباب؟ تمام تمام. طيب ده هنا انا عايز في حته ثانيه عايز نتكلم فيها شوية. خلاص كده تمام يا شباب، معايا ولا مش معايا؟ ايوه يا دكتور معايا معاك. طيب طب احنا دلوقتي شفنا الفايل، عندنا سمعت عن ريكيرشن الايه ريكيرشن؟ لا ما سمعتهاش. طيب ريكيرشن ده ايه يا جماعة؟ عارفين احنا عندنا مثلا عندنا ميثود صح؟ او برنامج، برنامج في يكون نفسه يقعد ايه هو يستدعى نفسه اوتوماتيك كده، يستدعى في نفسه يستدعى في نفسه اللي هو الفانكشن بيستدعى نفسها. ايوه تبقى ده اسمها ريكيرشن، تبقى فانكشن تستدعى نفسها كده. نعم زي بتعمل لوب لنفسها كده بالظبط كده، ده اسمه ايه؟ اسمه ريكيرشن. ده مهم جدا. خلاص تعالوا نشوف، عارفين فاكتوريال ولا مش عارفين فاكتوريال؟ اللي عملناها قبل كده عملناها فين؟ في السيكشن، في السيكشن صح؟ بس انا هعملها بطريقه تانية، ده هو المضروب. ايوه هعملها بطريقه تانية، نحسبها بطريقه الحسابات واحده،
لكن نعمل لها برنامج نستخدم الريكيرشن فانكشن او الريكيرشن ميثود نستخدمه ان احنا نجيب الفاكتوريال. اي حاجه ريبيتيشن كده ممكن استخدم فيها الايه الريكيرشن. خلي بالكم الريكيرشن ديت عايزه حرفنه في الايه في العمل بتاعتها. ممكن سطر واحد يعمل لي حاجات كتيره جدا معايا. تمام. طيب انا دلوقتي هنا لما بعمل ايه عايز اجيب الفاكتوريال. لو جبت الفاكتوريال بتاعه 5 عباره عن ايه ب 120 ماشي. انا فاهم عبد الرحمن مش بقول هو بكام, لكن هو مش عباره عن 5 في 4 في 3 في 2 في 1. طيب مش عباره عن 5 في فاكتوريال بتاع الاربعه بالظبط. طيب والاربعه مش عباره عن 4 في الفاكتوريال بتاع الاربعه مش عباره عن 4 في فاكتوريال بتاع ال 3 صح ولا مش صح؟ ها ايوه تمام. طيب الفاكتوريال بتاع 3 مش عباره عن 3 في فاكتوريال بتاع 2 ايوه. طيب فاكتوريال بتاع 2 مش عباره عن 2 في فاكتوريال بتاع الواحد. طب وفاكتوريال بتاع الواحد بكام؟ 1 1 صح كده ولا مش صح؟ تمام. لو انا استغلت ده كده طب انا دلوقتي اجيب الايه الفاكتوريال في باستخدام الريكيرشن نقدر نعملها ولا ما نقدرش؟ تنفع. ها تنفع معايا يا شباب ولا مش معايا؟ معاك يا دكتور معايا. تعالوا نشوف برنامج بسيط كده يجيب لي الايه يجيب لي الريكيرشن. عارف فاكتوريا له عملنا فايل كلاس سميته فاكتوريا وادي الايه المين كلاس دخلت الايه بسأل اليوزر يدخل لي الرقم اللي انا هجيبه الايه وده ايه انتر. هو حضرتك فاتح سكرين ولا لا؟ نعم عليك يا دكتور عامل شير سكرين ولا لا؟ مفيش حاجه ظاهره مفيش. معلش لسه بقى كده صح. ظهرت لس لا دكتور لس. تمام دلوقتي ده. طيب هنا دلوقتي انا عملت ايه ادي الكلاس فاكتوريال وادي المين ميثود المين ميثود وقلت ايه دخل الرقم اللي انت عايز تجيب الفاكتوريال بتاعه وعملت الايه انت وخدت الايه الام وده كده صح؟ تمام. طيب طبعت هنا عملت ايه فانكشن واستدعيتها هنا الفانكشن اهو public static static عشان انا بعمل لها كول منين من static method يعني صح؟ طيب هنا انت للفاكتوريال بتاع الانت المفروض ده تبقى لونج كمان للفاكتوريال تبقى رقم كبير يعني مثلا عشان بدخل رقم ايه صغيره لكن لو دخلت ارقام كبيره هيقول لي ده خطا فيعني ايه اللي هتبقى السايز بتاعها اللي انت قليل عليه المفروض ده تبقى لونج يعني خلاص. طيب هنا الاف اهو دي الفانكشن اللي انا عامل بتاخد عدد بتاخد الايه الرقم اللي انا هجيبه فاكتوريال بتاعه صح. طيب
الرقم بتاعي لو انا بجيب فاكتورة للواحد تبقى ريترن كام؟ تمام. هي لو الفاكتوري بتاعه اكبر من واحد، لو انا بجيب فاكتوره للواحد تبقى الفاكتوره بواحد صح؟ اه ايوه. طيب حتى الفاكتوره بتاع الزيرو بواحد صح؟ اه. طيب تبقى انا عملت هنا ايه؟ انا دلوقتي لو الاكس ديت اقل منها وتساوي واحد تبقى ريترن كام؟ الواحد. واحد صح؟ معلش معايا؟ ايوه تمام. طيب إلس هيضربها في تبقى هنا ريترن ايه؟ تبقى اكس في الفانكشن اكس ماينس واحد، يعني مثلا لو انا حاطط الاكس بخمسه هتبقى هترجع كام؟ خمسه في فاكتوريال بتاع اربعه صح؟ اه بالظبط. صح كده ولا مش صح؟ تمام ايوه تمام. بعد كده هدني كل 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 عند لما ترجع كام؟ الواحد او ايوه. خلي بالكم بقى ازاي بقى كده، عارفين انتوا ازاي لما بيعمل فانكشن يا شباب؟ لما بيقول فانكشن يقول ايوه بعمل لها استدعاء. ايوه انا عايز بس حاجه كده ايه طب انا هعمل لكم فهمتوا الحته دي يا شباب كده؟ فهمتوها ولا لا؟ تمام. ها مفهومه. طب انا بدي عايز اشرح لكم بقى دلوقتي كده ايه، حتى اشرح لكم على ايه، على ملف وورد ولا اي حاجه كده. يا شباب ايوه اللي ظهر عندكم كده ولا لا؟ اه ظاهر بورد معايا. تمام. طيب هنا دلوقتي ايه لو احنا دلوقتي عملنا احنا ده المين ايه ده المين بروجرام خلاص. تمام. هنا دلوقتي المين بروجرام دلوقتي راح ايه، خلينا ناخد فاكتوريال بتاع كام؟ فاكتوريال بتاع الاربعه خلاص. تمام. طيب ده راح مستدعي مين؟ باص اربعه هنا للفانكشن اسمها اف، تبقى اف اوف ايه الاربعه صح كده مش صح؟ تمام معايا. طب الاف اوف 4 ديت هتساوي كام؟ هتساوي 4 4 في فاكتوريال 3 اف اوف كام؟ 3 اف اوف 3 صح؟ طب هنا ده المين بروجرام هيعمل برنت، انها عاملين برنت صح؟ تمام. اف اوف 4 هو ما قدرش يعمل، هو ما قدرش يعمل برنت الا لما يحسب مين؟ الاف اوف 4 صح؟ اه. طب هو دي هيعمل ايه هنا كده يا شباب؟ هيعمل كون كده، هيعمل مين؟ قول لي ده صح كده ولا مش صح؟
طيب هنا اف اوف فور ممكن نعمل سوا عندها فور ملتبلاي كام؟ اثنين بقى ثري. تبقى ليه هتروح تعمل ايه؟ هتروح تستدعي مين؟ هو الفاكتوريال 3 دي اف اوف مين؟ اف اوف 3 هتساوي 3 في اف اوف كام؟ 2 اف اوف 2 صح كده ولا مش صح؟ تمام. طيب ماشي معاكم واحدة عشان تبقى فاهمين الريكيرشن ازاي. خلاص هنا دلوقتي F3 ما تقدرش ترجع لل F4 الا لما تحسب مين؟ F2. خلاص بتستدعي تاني مين؟ F2 عشان F2 تبقى F2 دلوقتي هتساوي 2 في كام؟ F1 F1 معلش معايا؟ تمام. معايا يا شباب ولا مش معايا؟ تمام. ده F اوف 2 ما تقدرش ترجع تاني لاف اوف 3 الا لما تحسب مين؟ اف اوف 1 صح؟ طب هتروح تعمل ايه؟ انا هتحسب اوف تبقى اف اوف 1 هتساوي ايه هنا؟ واحد تساوي 1 صح؟ معايا شباب مش معايا؟ تمام. شفتوا بقى عشان تبقى انا بعمل لكم ده ليه كده؟ عشان تبقى بي كيرفول وانت بتعمل ريكيرشن. الريكيرشن بيقعد لان انت لو ما عملتش الريكيرشن مظبوط هيستهلك لك الميموري كلها لان ميسر بتكون ميسر بتكون ميسر. يعني لو ما عملتش في النهايه خالص ان الاف دي ريتيرن 1 هتدنيها على طول تعمل ايه؟ تعمل كل فانكشن فالعاد لما تاخد الميموري كلها. واضح؟ طيب هنا دلوقتي ال F1 بيساوي 1 خلاص ال F1 ما بتعملش كل تاني صح؟ تمام. طب انا دلوقتي هنا ال F1 هترجع لي ايه؟ النتائج بقى هترجع باك بقى كده شوف راجع ازاي بقى دلوقتي كده هنا ده كده هترجع كام؟ هترجع 1 صح كده؟ هنا هترجع كام يا شباب؟ رجع 1 صح؟ هترجع بعدها 2 3 4 تبقى الوان الوان هيجي فين هنا؟ هيجي الاف 1 تبقى الاف 1 رجعت ب 1 صح؟ تبقى هشيل اف 1 واحط مكانها كام؟ واحد صح؟ تبقى 2 ملتبلاي 1 صح؟ تبقى بكام ب2 صح؟ 2 تبقى اف 2 بكام؟ 2 تبقى دي هترجع لي ايه؟ 2
وبعدين هترجع كام يا شباب؟ 2 صح؟ تبقى اف 2 هنشيلها ونحط مكانها كام؟ 2. تبقى هنا هتساوي 3 تايمز يعني هتساوي كام؟ اكس صح؟ صح كده ولا مش صح؟ طب هنا رجعت لكام؟ 6 معايا كده مش معايا؟ تبقى اف 3 6 صح؟ تبقى هنا دلوقتي كام؟ الاف 4 4 في 6 هتساوي 4 هتساوي كام؟ 24 صح؟ اه صح معايا كده مش معايا؟ تمام هنا نيجي بقى هنا كده ايه؟ تبقى هنا هترجع كام؟ أربعة وعشرين صح؟ وبعدين رجعت 24 صح؟ تبقى هنا دلوقتي برنت تبقى هتعمل برنت لكام؟ لل 24 اللي هي كام؟ الفاكتور بتاع كام؟ بتاع الفور واضح يا شباب مش واضح؟ تمام هي ممكن توضح اكتر في الديباجين وهي كده مش واضحه يا عبد الرحمن؟ لا انا قصدي ككود يعني لا انا دلوقتي بس اهم حاجه شفتوا بس الفكره بتاعت الكرشن ازاي بقى خلي بالكم ان انا دلوقتي ان انا في الكرشن في هي اتجاهين اتجاه بايه تكول 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 ماشي وفي الاخر العام لما توصل خلاص حسبت كل ووصلت لي عند اخر حاجه تبتدي ترجع تاني اه شفت الفكره ازاي لو انت دلوقتي ما عملت لو اقول لك على حاجه لو انت مش احنا قلنا اف إلس مش عاملين اف لو اكس اقل منها او يساوي الواحد ريتيرن 1 عارف معايا تمام طيب لو احنا ما عملناش الريتيرن 1 ده خالص حدناها تعمل كول 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 على طول هتيجي هتبوست لي جربوها كده هتلاقي الميموري بتاعتك خلاص البرنامج وقف اه تمام واضحه ولا مش واضحه؟ واضح فانا دلوقتي عندي ايه؟ اهم حاجه ادي ماشي كده ده اسمها اكسباند هنا اكسباند 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 وهنا شرينك في الاخر الميثود دي ترجع بقى للايه؟ للميثود اللي قبلها ترجع للميثود اللي قبلها ترجع للميثود اللي قبلها ترجع لعن ما ترجع للمين بروجرام تاني ورحت ولا مش ورحت؟ واضح تمام تبقى عندكم الجزء بتاع الريكيرشن وبتاع الفانكشن ده مهمين معايا؟ طب احنا دلوقتي يا شباب خلاص احنا دلوقتي almost يعني خدتوا البيزكس بتاعت الجافا تقدروا تعملوا اي حاجة دلوقتي اه في حاجات كتير ناقص بس ده تعتمد عليكم انتم بقى كده انا ما عملتش حاجة غير ان انا فتحت لكم المواضيع في البروجرامينج معايا؟ تمام الدور الباقي عليكم انتم بقى عايزتم بقى عندك بروفيشنال لازم تدخل بقى على النت وتشوف بروجرامز تقعد تجرب وتقعد تعمل بروجرامز مع نفسك من الصغيره دي تبني بروجرامز كبير معايا تمام نعم توضح لنا مثلا انا مش سامع حاجه منه يا شباب اصلحت ممكن سؤال يا دكتور نعم
ممكن سؤال في الجي يو اي. طب حاضر، بس نخلص ده دلوقتي وبعد كده اسال انت عايز تساله. نشوف بس حد دلوقتي في عنده مشكله في ريكيرشن، في حد عنده مشكله في الفايلز الكلام ده كده، عايزكم تروحوا تجربوا بايديكم كده. ماشي تمام. كم واحد دلوقتي يا عبد الرحمن في الجروب ميتنج؟ يعني حوالي 60. نعم نعم كم واحد؟ 60 تقريبا، يعني بنطلع وننزل عن 60، يعني في حدود 60. خلاص يا شباب، يا شباب من الناس اللي حاضره، في اي مشكله في عندكم دلوقتي وفهمتوا الريكيرشن ازاي؟ تمام يا دكتور. طيب مين بقى عنده اي استفسار في اي حاجه؟ لو سمحت يا دكتور، انا في الجي او اي بعمل البرنامج عادي، والنيت بينز ما بيطلعش اي اخطاء، وبعمل رن للبرنامج الصفحه بتظهر معايا وبترن عادي، لكن النيت بينز نفسه بيبقى جايب ايرورز، بس البرنامج شغال عادي خالص. جرب على إكليبس، اشتغل إكليبس عادي. طالما ما فيش كومبايليشن تبقى جرب على حاجه تانية يعني.